وإني والله أحبكم في الله. أحبك الله. وأسأل الله بمحبته أن يجمعنا. آمين. وإياكم في الفردوس الأعلى. آمين. غفر الله لكم ولآبائكم الموحدين إلى آدم. آمين. وغفر الله لكم ولأولادكم الموحدين ليوم القيامة. آمين. آمين. أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضى. آمين. ثم يعطيكم حتى ترضون. آمين. ثم يحيط ذلك بالبركة. آمين. وأن ننظر وجوهكم بلذة النظر إلى وجهه. آمين. والحاضرين أجمعين. اللهم آمين. صلى الله على محمد. آمين. وطمنا عليك فرحنا بشفائك العاجل يا شيخ. آمين. الداعية الكويتي أحمد القطان في ذمة الله بعد مسيرة دعوية حافلة. غيب الموت اليوم الداعية أحمد القطان عن عمر يناهز 76 عاما بعد رحلة دعوية حافلة. والداعية الكويتي من مواليد منطقة المرقاب في ديسمبر عام 1946 ميلادية، وهو حاصل على دبلوم المعلمين من معهد المعلمين عام 1969. وانتهج طوال مسيرته منهج الوسطية والاعتدال في دعوته وتبنيه القضايا الإسلامية وتربيته الأجيال المسلمة حتى اختير كأفضل أستاذ للجيل المسلم في جائزة أستاذ الجيل والمقدمة من جلالة ملك البحرين في عام 2009. تبنى الراحل قضية الدفاع عن المسجد الأقصى، فأسس منبر الدفاع عن الأقصى وأعلن عنه في عام 1979 ميلادية، وتنقل بين مساجد الكويت محاضرا وخطيبا كمسجد العليان، ثم مسجد المزيني، ثم مسجد الكليب، ثم مسجد ضيحة جابر العلي، ثم مسجد جابر العلي في منطقة جنوب السرة وغيرها من المساجد. قدم الراحل الدروس والمحاضرة التطوعية وثابتة في مدارس الكويت الهادفة لإعداد الجيل والنشئ المسلم، وذلك منذ تقاعده عن العمل عام 1996 ميلادية. كما قدم العديد من الدروس الثابتة والسلاسل الكاملة في إذاعة القرآن الكريم، وساهم رحمه الله أثناء الغزو الغاشم في توجيه الصفوف وطمأنة القلوب وكسب تأييد الشعوب عبر السفر إلى البلدان العربية والعالمية وشرح القضية الكويتية في لقاءات جماهيرية حاشدة. كما ساهم القطان رحمه الله في دعم الطلبة المغتربين كمستشار لهم منذ عام 1984 ميلادية. وعمل القطان رحمه الله مستشارا في العديد من اللجان الخيرية التي تخدم المسلمة في العديد من القارات مثل دول إفريقيا والفلبين وباكستان، من إصداراته العبرة والتاريخ مقالة دينية واجتماعية وسياسية، ذاتية المؤمن، طريق النماء، شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية رحم الله الداعية أحمد القطان، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونحبكم في الله. هناك دعاء عظيم يغفل عنا بعض الناس، المفروض يقال صباح مساء يحيط فيك من كل جانب، وهو: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والمعافاة في ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء عظيم، جربه وشوف أثره على نفسك. شكرا لكم. أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا.
هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. أتراها والحقل ملك سواها، اتخذته مسرحا ومقيلا. تتغنى والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون السبيل. تتغنى وبعضها عمر بعض عام، أفتبكي وقد تعيش طويلا. أيها هذا الشاكي وما بك جاء، أيها هذا الشاكي وما بك داء. كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.